طبعا للإجابة على كثير من التساؤلات حول الهدف الثاني للرائد في مباراته مع الأهلي، حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الكابتن عبد الرحمن الزيد المحلل التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية. حياك الله أبو زيد. صباح الخير لك أخوي محمد وضيوف الكرام الأخ فهد والأخ مساعد جميع مشاهدي الرياضية السعودية. صباح النور. هي طبعا يعني فقط ما ودنا نحرق عليك أنت والزميل سليمان الهويمل، لكن الهدف الثاني هل هو تسلل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنشاهد الآن الهدف ونتأكد من خلال الإعادة، طبعا حتى ما نقول آراء، عايما نشاهد الإعادة واللقطة الأساسية طبعا هتوضح أنه الرايد مو اللي سجل الهدف، اللاعب الأول أعتقد الكابتن ريان بلال كان في موقف تسلل لحظة وصول الكرة، لكن بكل اسف المساعد الثاني الاخ فهد العمري ما كان ضابط الموضوع او كان تركيزه ضعيف، ونلاحظ انه التسلل واضح 100% وبيكون واضح لحظه قيام الكره من زميله اليه، كان يقف في موقف ظاهر حتى وقوف الحكم غير صحيح ابو زيد، يعني شوف كيف المسافه بينه وبين اخر لاعب. نعم، لان المساعد ما كان واقف مع اخر ثاني منافس، الحين تشاهد المساعد في الصوره المفروض نشاهد، لذلك لا يمكن حكم قاطع على التسلل وعدم صحة السلة. الآن شاهدنا المساعد بعد ما وصلت الكرة، إذا واجب خاطي يشاهد أن اللاعب أنه في موقف صحيح، لكن الحقيقة أنه كان اللاعب كابتن ريان بلال موقف تسلل لحظة لعب الكرة، بالتالي نعم. كان اللاعب كان مفروض على المساعد الثاني الأخ فهد العام، هذا واضح الآن من التصوير، يقدم حوالي أكثر من متر تقريبا، بالتالي يعني زي اللعبات هذه، يعني أنا وجهة نظري يعني يجب أن 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 أن, أن, أن ما تفوت على حكم المساعد، خاصة بحكم الأخ يعني الأخ فهد العمري حكم دولي نعم. عنده خبرة، يفترض يعني ممكن حكم صاعد، حتى الحكم الصاعد نعم. بكل أسف أنا أقول أن الهدف كان اللاعب يقف في موقف تسلل، الهدف غير صحيح، كان المفروض على المساعد الثاني أنه يعلن عن التسلل، مو على اللي سجل الهدف، اللي سجل الهدف كان صحيح ما في إشكالية، الهدف كان ولج المرمى بكامل المحيط، الكرة بكاملها، اللاعب لم يكن مسلل، لكن الكابتن ريان بلال لحظة استلام كان يقف في موقف تسلل وكان المفروض يعاقب ركلة حرة غير مباشرة، وهذه فاتت على الحكم المساعد الثاني. نتمنى إن شاء الله أنه المباراة الجاية يكون أكثر تركيز أكثر دقة في القرارات. نشكرك جزيل الشكر الكابتن عبد الرحمن الزيد المحلل التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية. أخوي مساعد، رأيك في المباراة فنيا بشكل سريع للانتقال طبعا لمباريات الغد. طيب مرحبا، في بس بقول كلمة واحدة عن اللاين يا اخوي محمد، انت اشرت وذكاء منك الى 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 موقف الحكم، هذه لو حكم مبتدئ يمكن نعديها له، ولكن مباراه زي هذه، مباراه يعني جماهيريه، مباراه لها حسابات اخرى، تجي يعني تضيع مجهود فريقه، لما ننتقد الحكام يقولوا والله انتم تقسون على الحكام. طيب هذا 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 ايش تنتقد؟ هل تنتقد وقفته؟ هل تنتقد تكنيكه؟ هل تنتقد جريته؟ هل تنتقد ردود أفعاله؟ ما أمور كثيرة لا تستطيع، هذا خلل في تكوين الحكم، يعني هذا الهدف أنا لا ألتمس فيه العذر للأهلي. الأهلي اليوم فريق ثاني اللي لعب الشوط الثاني، الفريق اللي لعب في الشوط الأول يختلف تماما على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الذهني، تماما يختلف عن الفريق اللي نزل. يا اخوي محمد يعني حتى وان اخطا اليوم المدرب الاهلاوي، يا اخي في لعيبه في ملايين في الملعب تقدر تشيل غلطه المدرب. طبعا المدرب اليوم سوى جريمه تكتيكيه، جريمه تكتيكيه، ما سوى خطا تكتيكي. اليوم انت سحبت برونو سيزار وانت متعادل، ايش كان هدفك؟ اذا كنت تبغى تعزز النواحي الهجومية كان الأمثل يكون البديل المهاجم، وبعدين كان الأمثل لاعب غير برونو سيزار، لاعب قاعد يقوم بدور المنظم، قاعد يقوم يؤدي أدوار في الملعب، أدوار مدربين وليس أدوار لاعبين، لاعب يجيب لك كرات ثابتة، لاعب ممكن يجيب لك عنده حلول فردية، لاعب عنده ذكاء الملعب، لاعب عنده خبرة الملعب، لاعب مشغل الفريق. أنا أعتبر اليوم إليكس قام بجريمة تكتيكية بخروج برونو سيزار، وهذا لا يرفع العتب عن لاعب الأهلي اللي ضيعوا فرص زي ما قال أخوي فهد،
أهداف محققة وليس فرص، فرص غير وأهداف غير. إنما الآن في المشكلة في الفريق الأهلاوي الدفاعات، الدفاعات هذه أنا بقولها في جملة واحدة بس يا محمد لو سمحت لي. تفضل يلا خلينا. أنا أعتبر الخطأ عندما الخطأ عندما يتكرر من اللاعب ما له إلا جواب من اثنين، إما مدرب ما يصلح الأخطاء أول بأول، إما لاعب ما يستجيب، وكلها تعتبر مشكلة فنية. نعم شكرا لك. شكرا لك طبعا.